السلام عليكم الدراري، معكم عباس ان انذر فيديو. هاد الصباح هذا مطلعين على هاد الكلمه ديال هروي اللي سبق لينا شفناها في صباح الخير. هذا المساء في برنامجكم الاجتماعي الشيق حلل واصول. اش غنقول لك وليدي فريد؟ ما كاينش بحال نهار حملت بيه بديت نكمل، الناس يتوحموا على الشهوات وانا كل شهر علاش نتوحم؟ الشهر الاول توحمت على ريحه البنوات، الشهر الثاني وليت نفور على الرملة، الشهر الرابع جاني لحم على العصا، عاد وصل المغرب أودي ياكلني لحمي أخوتي ياكلني ياكلني ياكلني، ما تنشد الصمتة وندير الحاج قولي ها عار المهم أنا ما جبت معايا. هاد الهروي سيدي دوش بتقاصرو في الصالون، علاش؟ قال لك باش يتفرج في الماتش في التلفزيون. إيجي ويطلع كاع على جهدها ويرقد، ومنين نجي نطفيها نضربو الفيقة نقول لك هروي 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 شحال نقول؟ ملي جابوها من الحج قال لك حقا مشى يتلقى ليه، وقف ليهم في الشانطي اللي نزل فيه طياره قال لك حقا باغي يدير ليه مفاجاه. لا ما تقوليش ليا. وليد هاد عباد الله يربيو بشيشات يربيو كليبات، هو مربي تعلب. تعلب ديال الميكا؟ لا هو تعب شكيطو، هو تعلب قسمتو قد الكاشة. ماما جاب وهاد الفيديوهات ديال الفن اقسم بالله الا راه رباني طاحوا لي الدموع في هاد اللحظات. واه غادي يبدا الفيديو عيني طايحين منهم الدموع. ماما واو 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 هادشي قاصح. عمي 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 كتعصب كتعصب عمي 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 والله تنضرب. مردين غادي ليا القهوة الثانية على حساب ما قالوا هو، القهوة الأولى ما كافيانيش ياك. فيفا فيفا فيها غير 4 في الانتونسيتي. بين ما غادي نضربوا هاد القهوة هادي غادي ندوانو نوردين في شي مواضيع اللي كيخصو ديك السيمانة الأخر ديال البريباراسيون قبل ما يدخلوا الناس البطولة، بما أن اليوم هو النهار ديال البطولة دونك غادي ندويو في هاد السوجي، غادي نمشيو نترينيو وغادي نمشيو للبطولة إن شاء الله، غادي نحاول نصور لكم الأجواء تما كيفاش غادا تدوز. المهم قبل ما يدخلوا الدراري للكومبيتيسيون حنا عارفين وديجا جد فوزي وكان قال لنا هاد النوطة هادي هو أن تيخدموا على راسهم ديك السيمانة الأخرى بزاف، عرفتي كيلعبوا على الماء ما خاصش يبقى فيهم الماء في الكور ديالهم، حيت إلا كان الماء ما بين الجلدة وما بين المسكل ما تيبينش ليهم الديتاي بزاف، خاص الجلده تكون لاصقه على المسكل، وباش تكون الجلده لاصقه على المسكل كيديروا بزاف ديال الحوايج، كل واحد واش كيدير، كاين اللي كيمشي على طريقه وكاين اللي كيمشي على طريقه اخرى، ابار سا كيبقاو يلعبوا بالكار في اليومات الاخرى باش يديروا واحد الريشارج في النهار الاخر اولا في اليومين الاخرى، كل واحد واش عارف كيبغي يدير فيها، كيديروا واحد الريشارج مزيان باش يقدروا يطلعوا الكومبيتيسيون في احسن حاله. المهم بما ان نور الدين ديجا شارك دابا طلع العرش هذا العام هذا، ما بغاش يشارك اليوم، ما عرفتش علاش، علاش ما بغاش يشارك؟ انا ما عرفتش علاش. انا راسي يكون فايق عاد ندير فيديو كيولي هروي هروي هروي. لا لا الصراحه ما بغيتش نشارك لحقاش، اول حاجه ما كنظنش انني عندي المؤهلات باش ندير شي حاجه قدام الابطال اللي كانوا لاعبين. ما جايكش في راسك من الاخر من الاخر. اذا بالنسبه لي ما بغيتش نشارك هو حل من لا حل له سله المهملات بالنسبه للفاشلين. اغلبيه ديال الدراري اللي كنعرفهم انايا كيشاركوا كيبقاو ينقصوا الماء في الايامات الاخرى باش انهم النهار ديال الكومبيتيسيون ما يعرقوش، لحقاش ملي كتدخل كتبدا تبوزي وداك ستريس ديال الناس كاينين قدامك زائد الحكام ما عادش يكونوا دايرين بزاف ديال الحوايج تيولوا يعرقوا، و الى عرقتي كيبداو يتنقصوا لك النقاط كينقصوهم لك الحكام. نور الدين بما انه واخد اكسبيريونس قال لي العكس ديال داك الشيء اللي كيديروا الاغلبيه ديال الناس اللي كنت كنعرف، وهاد القضيه هذه هي انه كيبدا يزيد في الماء. العام الاول المشاركه الاولى ديالتي كنت بقيت غادي وكنقص في الماء، مي من بعد كنت ممكن تشوف الكاميرا ماشي في الارض وتحط هذا فوالا بحال ما هكا هاد العود غنشدو انا كمل اخويا ماما. المهم العام اللي فات فاش كنت شارك كنت نقصت الماء بحال كيف ما كيديروا لا بيبار ديال لي زاتليت. ملي شاركتش طاح منك الماء ولا لا؟ زعما واش عرقتي؟ ما بقاش نقول طاح منك ما واش عرقتي ولا لا؟ كنت كنخرج مني الماء، الماء كيكون عنده علاقه حتى بالستريس. مي هاد المره كنت قلبت لقيت خاص دير العكس، خاص شنو درت بحال با اكزومبل دابا البطوله كانت عندي السبت، نهار الاثنين شربت بديت بثلاثه يطرو، لا اربعه يطرو، خمسه يطرو،
السيترو بقيت غادي وكنطلع الماء درتي هنا شنو كندير فوالا العكس هنا شنو فاش كتكون كتنقص في الماء زعما اللي درت العام الاول كتكون بحال كتعلم لوكور كتخليه كيعرف بان الماء راه كيتنقص ديكو كيبقى يشد هو الماء دونك فاش زدت له الماء كنت وليت كنمشي كنخرج كنديكاجي الماء بزاف بالليل كنفيق شحال من مره بالليل وكنديكاجي الماء سواء على شكل عرق سواء على شكل دموع سواء على شكل البول اللي كنديرو كاملين حاشاكم بقيت كنشرب في الماء الجمعه شرب 8 لتر ولا بلي بار لي كانت البطوله السبت كانت البطوله السبت ونهار الجمعه شربت 8 لتر مع العلم كان معي واحد الولد اللي هو جا ثاني في بطوله المغرب هذا الولد كان داير العكس ديال داكشي انا اللي داير كان حابس الماء نهار الخميس كان شارب نص لتر انا كنت العكس شربت 8 لتر ما لاحظتش شنو وقع لي ديك الليله ديال الجمعه بقيت بالليل بقيت كنوض للطواليت بزاف حر رمضان فاش كتشرب الماء بزاف عرفتي شنو هي 8 لتر راه انا دابا ما كندخلش 4 بزز باش كنقول كنت كنشرب بزز شي في رمضان فاش كتبقى تشرب زعما كيقرب ياذن من بعد فاش كتنعس كتبقى تنوض للطواليت ومع العلم هادشي باش نفعني هذه التجربه اللي درت انه شاركت ما خرجت مني ولا قطره ديال الماء شي ولكن النهار اللي قطعتي السبت السبت شربت قهوه كحله في الصباح وشنو الفرق اللي جاك ما بين الكومبيتيسيون الاولى والكومبيتيسيون الثانيه الاولى قطعتي فيها الماء ودرتي كما كيديروا اغلبيه ديال لي زاتليت والكومبيتيسيون الثانيه بقيتي كتزيد فيها الماء حيت الكور كيتادابط كل ما بديتي كتقطع عليه الماء كل ما كيبقاش يبغي يخرج لك هو الماء حيت تيبغي يبقى شادو حيت كيسحب ليه باللي راك انت داخل في واحد الفتره ديال العطش بحال البلان ديال الميتابوليزم ملي كتبدا دير ريجيم كطيح في دوك الايامات الاولى مثلا كيلوات وكتوصل لواحد الوقت صافي كتستاغني ما كتبقاش طيح الكيلوات واخا انت باقي في ريجيم راه حيت الميتابوليزم ديالك كيبدا يتادابط مع داك الريجيم اللي انت عاطيه ليه وما تيبقاش يحرك كيف ما كان كيحرك في الاول حيت كيسحب ليه بلي راه انت داخل في واحد المجاعه وهو باغي يخليك عايش قول لي دابا شنو هو الفرق ما بين انك قطعتي الماء وما بين انك دخلتي الماء بزاف شكون اللي طيحتي فيها العرق بزاف في الكومبيتيسيون اللي كنت قطعت فيها الماء هي اللي خرج لي العرق واللي طلعت فيها الماء ما خرج مني العرق لا والو ولا قطره ماما المهم كاع الدراري تبارك الله ريسبكت ليهم كاملين اي واحد كيضرب مجهود راه خاصنا نحترموه صعيب انك دير داكشي كامل قول لهم الحاله النفسيه ديال الدراري غتبان لكم بوزي وضاحك ولكن لداخل راه والله حتى كيعانيو صافي كيكون ستريس وريجيم و الله يبارك فيك بنادم راه كيبغي يطيح بنادم كيبغي يطيح المهم نتمنوا الخير لكاع لي زاتليت اللي مشاركين وبون كوراج لكلشي انا عرفت شرير كيبقى يشوف فيه باش نقطع هاتو ما شوش عاد ديال العرق خرج منه دابا غير في الضحكه هذه الاخر صراحه هذا الفيديو كيف شويه نقول هاد الستريس ديال الكاميرا اللي عندك كيستريس ديال اكثر من البطوله قسم بالله صافي وجدنا حوايجنا كاملين دونك غادي نمشيو دابا نترينيو غادي نحاول في لونطريمون ما نطولش بزاف لحقاش تابعنا نهار طويل غادي نحاول ندير شي لونطريمون ندير شي مونطاج صغير عندي اليوم 12 وكشاف اللون والبيسابس بخير لاباس فين الزين هانيه عرفتي شكون عرفتي شنو فيها؟ شنو فيها؟ فيها قلعة خاوية ديال الماء وجوج بطاطاش حلوة والله تناكل معاك وحدة شنو اللي خلاك تأكد أن تحلف وغادي نعطيك؟ شوف اختار وحدة ولا أنا وحدة وهو وحدة وأنت ما تاكل سارة هذي سارة كتسمى السمايل ديال سارة
خصنا الترين. اول حاجه كنفكر فيها انا هي ان نقصي خصني نقصي واخا غير البيض واخا غير البيض مسلوق انا قابل عليه ديال الجوع جاي معايا بطاطا حلوه غادي نضربها مع هذا نقدر نمشي للكومبيتيسيون ونخدم بكل رشاقه وحيويه ومني جيت بغيت نخدم بكاميرا لقيت بلي راني نسيت كارت ميموار ديال 64 جيجا ما عندي جوج 64 في 32 دونك عندي غير 32 خاصني نصور اقل ما يمكن باش ما تساليش ليا شو هادو كيفاش غاديين بحال الايتام ديما وصلنا تماك شرح لينا نور الدين شنو هو الفرق ما بين البطوله بالغران بري ما شنو الفرق ما بين البطوله وبطولات اخرى اللي كيكونوا في المغرب اللي كيربحوا فيهم 1500 درهم ولا 2000 في الغران بري كيكونوا لاعبين زعما كاع لي كاتيجوري كيربح واحد في لي كاتيجوري كاملين اما في البطوله الاخرى العاديه كيكونوا مقسمين واخا تكون تقصير تلعب مع واحد طويل وبالنسبه للبادي بيلدين كيقد يلعب مول 65 كيلو مع مول بوالو واحد اللي خصو يديها فيهم كامل كتسمى الاوفر او فهمتي هذا بعد الفرق الاول والفرق الثاني صراحه كاع ما عرفتش ابارات هذا اللي قال لي بلي غران بري كيكون منظم غير شي واحد منظمش من عند الدوله كيكون منظم غير شي واحد اولا كيشاركوا فيه جوج اولا شي حاجه وكياخذوا الترخيص من عند الدوله كياخذوا الترخيص من عند الدوله باش كينظموها وكيديروها للدراري دونك هذه البطوله هذيك تكون احسن بزاف من البطولات الاخرين في الثمن وفي التنظيم ياك في التنظيم كلشي حتى العدد ديال المشاركين كيكون بصح اي واحد تيقد يشارك في البطوله ديال غران بري في الاخر كيديها واحد ياك واحد في الماس فيزيك واحد في البادي بيلدينغ من بعد ما بقينا كنعيطوا للطاكسيات طاكسيات طاكسيات شافوا معنا هذا ما والو خلاه ما خدوش يوقفوا لينا في الاخر ويوقف لينا السيد عرفتي ولكن راه وقفت لينا بواحد الطريقه بحال الا قلتي واش ندير معاهم مزيان وحيت ديك ستاسيون تفارضوا معاك المازوت خلصوا نقول لك واحد حاجه اخرى والله ما جمعت الرصيطه اقسم بالله حق الله يعني انا عندي كلشي ولكن صراحه درتي معنا مزيان وما وقفتيش تعاتي شحال كنا غادي نبقاو نتسناو واحد يوقف لها واحد هزها وخلها هذا الدراري ولاد درب سلطان قال لي متعاب فهمتيني الله يحفظك تحيه لكاع الدراري ولاد درب سلطان ولاد درب سلطان في خبارك انا جداتي ساكنه في درب سلطان حدا واحد العوينه كانت وحيدوها اييه هذيك درب قصاريه ديالاش قصاريه لا صافي انت دخلتي معاه في الدقيقه دخلتي معاه في الصمايم ما خاصك توصل تما يلا عيطنا لفوزي قال لنا راه شي 10 دقائق باش غادي يدخلوا وحنايا مازال يلا شادين طاكسي شحال قلتي لنا واش تقريبا خصنا شي 25 دقيقه ابار 10 دقائق واو واو 25 دقيقه واش عارف شحال غادي نوصلوا له انت حابين كون الله 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 محقلو قبلينا ما جابش الرصيطة بغيتي تخرج لينا الرصيطة اخويا يوما الرصيطة نتوما اللي غتكملوها ما كنتش لي ما عارفينش غنبقى ندور فيك اه شحال تدور شي تكون في الليل كامل ديما هما كي هكا راه غيكون بنين كثير ضروري اوا وصلنا للبلاصه داير معنا مزيان تحيه لك اخويا عاد شوف هاي شوف خلصني بالاورو هاي الله يعاونكم ويسر لكم الامور امين اخويا الله يحفظك ها حنايا وصلنا للبلاصه الله يسر لك الله يحفظك السلام عليكم اخويا بخير شنو طالع معايا دابا شنو صوره جماعيه زيد زيد مرحبا عمبرو حتى في الفلوق فوالا كنسمع في دخول وضع جانبي وضع امامي قول والله تسمعتيها قالوا لي 30 درهم نخلص حتى تطيح ناري فوزي نورمالمون جينا غير على ود هو الاول باش نصوروا زعما القضيه عنده في الاول كيفاش دايره ولكن لقينا دجا داخلين الدراري وقال دابا غادي يساليو الا شديناهم راه هي هذيك ما شديناهمش راه ماشي هي هذيك غادي نمشيو ندخلوا لها خويا كيف ما نخسر وعلى علاش الباب خسر في مترو 80 كنت جاي كما قلت لكم قبيله نسيت كارت ميموار هذا عنده كاميرا ومن بنيه نعطيك كارت ميموار ديالي دير معايا مزيان اصاحبي دير معايا مزيان انت خاصك تبدا تريني اصاحبي ماشي تبدا تجي تفرج فيهم كيديروا البطولات تيمشيو عندهم الكواليس دابا لهيا باش نشوفوا الدراري كيفاش كيفكروا شنو واقع تما ضروري خاصنا نعرفوا ذاك البلانات العام الجاي العام الجاي نطلع هاني وعندك اخوينا اصاحبي انت تكون شي حاجه مزوق مزوق اخويا مزوق الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله So hard and got so far, but in the
manager were calling me back in the day like, yo, promoters don't want to book you because they don't think you're going to sell no tickets because they say you talk about Cleveland too much. I look at it like it's 6 years later and I'm still shouting Cleveland motherfucker till I die. عمرو خدم ليموني انت شوف السعر بلا جينيتيك عمرو خدم شي ليموني خويا تبارك الله شكنتاش كان بعدا متر و80 انا خاصني نهز رازي وكذا بحال هكا كان خاصك تشارك نردي اه صاحبي دابا تخيل معايا الناس فاش هنا كيقولوا لي راه كون شاركتي تقدر دير شي حاجه ومع العلم انا ناتوريل ناتوريل وقسما بالله العلي العظيم كنزيد نثق في راسي بزاف اصاحبي عاقريني في لاصال وانت كتعقرني وانت كتعدى عليا كيبغوا عليا المدعوق ما عندكش جاو قالوا لي الدراري واش فارق الله لي فوعر ويبدا يقول لي ما اول مره يموت شي فيني شي واحد ياك يعني. صراحه لله ديما تنبقاو نقولوا لي في لاصال غير المدعوق واحد الدبان عاد يوقف لي قدام عيني وريني واحد الحاجه نقولها مهمه صراحه النيفو اليوم كان زوين والله الدراري تبارك الله كاملين كان النيفو زوين اصلا اللي كيقدر يبقى شاد ريجيم ويطول فيه واحد المده طويله ويدخل في داك ستريس ويقدر يوقف قدام الناس ويبقى مبوزي راه القضيه هذه بحد ذاتها ما سهلاش كنحترم اي دري كيدير هذا البلان هذا وتحيه لهم كاملين كانوا الدراري تبارك الله عندهم نيفو زوين انا خديت ربع ديال الدجاج جيت معايا بطاطا حلوه غادي ناخذ وحده فيها 350 غرام دجاج عبرت في الدار دري نورتين واسامه غادي ياخذ وحده تسمو بيناتهم فيها 220 غرام دري هو جا من هنايا بلاصه يعني غادي نزوق بها غادي دري الاخر يلاه جاي شتي انت كدير العفريت انت خصك دير المهم صحتنا المهم من بعد ما قصينا الغريزه البيتوشيه ديالي بدات كتقول لي بلي راه خاصك صافي ترجع للدار دابا حنايا فين؟ دابا حنايا في البرانس بغا نمشيو بحال انا للدار الدري هذا اللي يلاه تلاقيش بيه عدابه في الاخر قال لي شكرا بزاف وانا نقول ليه امين فاك علاش اللي ما كيوقع ليا بحال هكا علاش باش نعرفش نجاوب على الصواب ممكن تقول لي كيفاش خصني وني نجاوب عليه حتى انا نبدا ندوي معاك وجاوبني دغيا كي داير اخويا لاباس عليك امراني مرا دابا انا ما عنديش مع الصواب وقدام الكاميرا قدامي وانا دوي اصاحبي علمنا سلام خويا بخير لاباس عليك ما عنديش مع الصواب انا اصاحبي كنتلف ورينا الابس عرفتي الاضاءه هنا كيفاش دايره اللهم بارك زيد ورينا واش الطريقه حسن زيد شويه وسط دور ورينا الباس فوالا كلي لعب في الموتور خويا بدل لي هذا اللحظه ما عجبنيش درتو في الواقع للذكاء ناري على صرعه زاله اللعونه لوح لوح لعونه خويا لا ينفخ عياني بزاف التران غادي يمشي للدار دابا نتلاقاو تماك بديت كندخل في الصميم ديال لاطيش القضيه بدات كتنشف المهم كيف ما العاده بغيت نخدم مع بغيت نصور الدراري كاملين اللي كانوا في كومبيتيسيون ولكن حجينا معطلين ما قديتش نصور كل شيء ولقينا باللي شعب من واحد كان ديجا داز ان شاء الله غادي نعاودوها مره اخرى غادي نحاول نصور الدراري كاملين ونصور بطريقه احسن لازمين الناس كان هذا هو الفيديو لو عجبكم راه اول نو وات تو دو ما عيدونا في الفيديو القادم ان شاء الله